قصتي هي غزوة الأحزاب أو الخندق. كان الإسلام فتياً فاجتمع جيوش الكفر حتى صاروا جيشاً تجاوز 10,000 مقاتل، في حين لم يتجاوز عدد المسلمين 3,000. أعد جيش الكفر خطة تقضي على الإسلام نهائياً ويقضون على النبي وأتباعه إلى الأبد. هنا ظهر سلمان المحمدي عليه السلام بخطة حفر الخندق، فوافق الرسول عليها. حفر المسلمون الخندق، ووصل جيش الكفر إلى الأسوار. حوصر المسلمون شهرا كاملا، أخذ الجو يبرد شيئا فشيئا، والزاد والعلف يقل تدريجيا. المسلمون بردت رغبتهم في القتال واستبد اليأس. حاول جيش الكفر عبور الخندق، فعبر عمرو بن عبد ود الذي كان أشجع فرسان العرب ويعد بألف مقاتل ويسمى بفارس اليد. صاح بأعلى صوته: هل من مبارز؟ واستهزأ بعقائد المسلمين. فخرج علي بن أبي طالب مستأذنا من الرسول 3 مرات أن يسمح له في القتال، فسمح له النبي. فقال عمرو: أنا عمرو. وقال علي: أنا علي بن أبي طالب. فأعطاه النبي سيفه وألبسه عمامته، وقال النبي: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. فانطلق علي نحو عمرو فضربه ضربة أسقطته صريعا على الأرض، وفرح المسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.